مساء الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج لقاء على الهواء. لقاؤنا اليوم كان ولا بد أن يكون أن نتحدث عن إحدى شباب جنوب السودان، قيور جدا على وطنه، يعتبر قطب من الأقطاب الرياضية في البلاد باعتباره إحدى مؤسسي اتحاد جنوب السودان لكرة القدم، كما ساهم بفعالية في الإجراءات التي صاحبت قبول جنوب السودان في الاتحادين الدولي والإفريقي. حنتكلم عن السيد يوحنس موسى فوك، مرشح لرئاسة اتحاد جنوب السودان لكرة القدم، ومعي داخل الاستديو المنسق العام للحملة الأستاذ صابر رمضان فضل، والأستاذة أنير أكوي مسؤولة العلاقات الخارجية بالحملة. أهلا وسهلا بكم. أهلا، ازيك أستاذ رمضان؟ تمام الحمد لله. كيفك أستاذ أنير؟ مرحبا بكم. باعتباركم مسؤولين الحملة أو مسؤولين المترشح الأستاذ يوحنس موسى مكتب القاهرة، فكنا عايزين نعرف رؤيتكم أو آلياتكم ووسائل نهوضكم بمستوى الدوري للحملة حين فوزكم. أول الشكر تقدير لقناة الصحة والجمال. أهلا وسهلا. وشكر لك كمان للإعلامية وزينة. الله يخليك. طبعا أنا بودي الشكر كمان لشعبنا الحبيب في جنوب السودان والمقيم في القاهرة وفي خرطوم. دعمنا للمرشح كابتن يوحنس فوق هو جاي من يعني إيماننا انه هو الراجل جاي يقدم حاجه كويس لاتحاد كره قدم جنوب السودان، وهو من المؤسسين والداعمين، والفتره محتاجه شباب، يعني الفتره شباب محتاجه شباب فعال قادر يقود المرحله اللي احنا جايين على دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. فالفتره اللي جايه باذن الله سنعمل سويا من اجل تطوير كره القدم في جنوب السودان. بالتاكيد. وهو في اتحاد كان اذا كان الاتحاد المحلي او اتحاد هو الاتحاد القومي لكرة القدم، من خلال هو تشجيع الأندية المحلية والأندية القومية في تطوير وفي المشاركات الخارجية وحتى المشاركات الداخلية، ومساعدة الأندية في المساهمة بالنهوض في كرة القدم في جنوب السودان طبعاً. حتى يكون لدينا منتخب قوي ومنتخب يقدر ينافس في الدوريات والمنافسات الخارجيه. طبعا كان لابد من تشجيع الكابتن يوحنس، بحيث انه يعني لعب دور كبير جدا لانضمام جنوب السودان للاتحادين الدولي والافريقي، فدي حاجه تشرف صراحه، واحنا بنقول انه ده نموذج من الشاب الغيور لوطنه، لولا كده اكيد ما كان عمل الفكره دي، واحنا من هنا اكيد بنشجعه وبندعمه وبنتمنى له اكيد يكون الفوز حليفه ان شاء الله. حنتكلم عن كره القدم للسيدات. لاحظنا في الفترات الاخيره ازدهار كره القدم للسيدات في دول العالم، فما رؤيتكم كجنوب السودان لتطوير كره القدم للسيدات؟ في البدء بشكر قناه جمال صحه وجمال, صحة وجمال. على الاستضافة. دور الحملة الرياضة للرياضيين بقيادة الكابتن يوحنس موسى فوك هو أدى فرصة جدا للسيدات إنهم حيكون عندهم دور فعال جدا في الفترة بتاعته 21. كمان بيدي فرصة جدا إنه يشجع السيدات في كرة القدم، ومن ضمن المؤسسين تقريبا في رؤيته انه هو حيدي اجراءات جديده للعمل النسائي في الكره القدم. بالتاكيد، باعتباره انه النساء يعني بيجوا ساهموا في 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 العديد من الدورات الكرويه او العديد من المشاريع اللي بتهم الدوله او بتخص كل الدول، فدي حاجه اكيد حتشرفنا انه يكون لنساء جنوب السودان دور فعال في كره القدم النسائي، دي حاجة تشرفنا جدا. كمكتب القاهرة
لدعم المترشح لرئاسة كرة القدم لجنوب السودان. اجتماعاتكم حول رؤية الترشيح، طبعا بتعملوا اجتماعات دورية، بتخططوا على التنفيذ بأنه أيوة، هو عندنا اجتماعات دورية نقوم على بعد كل فترة محددة كده. يعني عندنا بعد كل عندنا بعد كل كل فترة عندنا يعني رؤية واضحة أو برنامج معين بنخطط على وبنضعه ونمشي على، يعني بعد كل فترة معينة. جميل. فمكتب القاهرة عندنا الدعم حقنا بيجي بيكون بيكون ممنهج. يعني اليوم بنشوف المواضيع مثلا هو موضوع المواضيع في البرامج الانتخابي، بنختار مواضيع معينه بنحاول شنو بنحاول نقدمها للناس على السوشيال ميديا عشان هم يطلعوا عليها، وبعد كل فتره برضه نفس كذلك عشان شنو الناس تطلع وتعرف الاستمرار في استمرار في اللي هو في الحمله، وهم يعرفوا ان احنا قاعدين نعمل في شنو او المرشح بتاعنا، بحيث يكون كل الناس مواكبه في ايوه يكون مواكبين او حتى الحمد لله قطعنا شوط كبير جدا جدا، وبقينا يعني يعني في ناس يرفعوا خلاص اللي هو الحمله البرنامج الانتخابي فيها شنو هو. أيوة. وكده جميل جدا. كالمترشح يوحانس فوكس او كأنتوا من ضمن اللجنه المرشحين، اتعرضتوا لهجوم كثير، أو بالأصح الفترة الأخيرة أصبح الأستاذ يوحنس حديث الشارع الجنوبي، فبتشوفوا شنو يعني رؤيتكم لفوزكم لقدام؟ يعني هل الفوز حيكون من حليفكم بالانتقادات اللي بتوجه له على عبر السوشيال ميديا وناس كثيرة شديد؟ يعني أنا بشوف في انتقادات كثيرة حاصلة، فرؤيتكم شنو في الحتة دي؟ أنا بشكرك على السؤال ده. الانتقادات كويس، أحيانا الانتقادات كويس، لأنه إذا مثلا أنت بيصلح منك بيصلح من اخطاء او حدام بيصلح منك مثل. اللي هو الانتقاد الحدام يا هو ما كويس. جميل. او الانتقاد مثلا الانتقاد اللي بيشخص يا هو ما كويس، لكن انت لو تنتقدني برؤي بتاعك او بفكر في فكر بتاعي فانا ما فاهم حاجه كويس ما بطال، يمكن انا بيصلح مني في حاجه انا ما شايفه. ده جانب. الجانب الثاني انه حتى الان كده في هو الانتخابات الجرد جرى في ست اتحادات، تمام، اللي هو الانتخابات اللي اتعملت، وحتى الان كده ان احنا فايزين في على ما اعتقد في اربع اتحادات، وفي اربع هو اللي عندنا على مستوى جنوب السودان. ايوه هو اللي عندنا في ولايه وراب. جميل. هو كجوك في ولايه وراب، وعندنا في ولايه داويل، عندنا في عالي النيل هو ملكال، وعندنا في الرنج. جميل. عمل باقي المنافسين وهم فايزين في اثنين، وهو في جوبا وفي ايه. تمام. فحتى الان كده الان على خطى على سبع وعلى سبات على سبع وان شاء الله التوفيق والنصر لها ان شاء الله. استاذه انير، رؤيتك للسيدات في المشارك في الاتحاد العام لكره القدم، هل هيكون في زياده لنسبه النساء داخل الاتحاد ولا انت بتشوف شنو؟ اكيد في زياده. من ضمنهم احنا خططنا انه انا نركز على دور المراه في الاتحادات، واكيد حيكون في اضافه، وبنعلن احنا حمله الرياضه للرياضيين لكل نساء جنوب السودان. جميل. انه حيكون اكيد النائب في المركز الثاني بعد رئيس الاتحاد، ايوه حيكون من السيدات ان شاء الله، حيكون نتمنى انه ننال نصيب الاسد. اكيد طبعا. ان شاء الله باذن الله. واحنا في الفتره الاخيره شاهدنا برضو استاذ يوحنس بيعمل حاجات كثير على ارض الواقع على دعم الشباب ودعم الكره، ايضا انتقاله على السودان حاليا في ولايه الشماليه، وعمل مشاريع كثيره جدا برضو بتخص الكره، فدي برضو حاجة احنا بنشوف انه برؤيتك انه بتشجع على الفوز. والله صراحة كده اصلا هو زيارته كان للسودان هو زيارة اسرية. تمام. فزيارة اسرية طبعا هو من خلال زيارته الاسرية في طبعا هو زول مترشح لرئاسة الاتحاد. ايوه. ففي ناس اصدقاء هم اصدقاء في يعني قديم هم اصدقاء. ايوه. فعرفوا سمعوا انه هو وصل فقالوا له على الاقل كمان انت طالما وصلت فلا انت وصلنا. أيوة. فهو وصل هناك، فهو لما بس هو عمل حاجات برضه عمل حاجات أيوة دعم الفرق وعمل على حاجات كثير على ارض الواقع. نعم هو راجل يعني شغال في دعم الشباب ودعمه عايز يطور كره القدم في جنوب السودان. انا شاهدنا في الفتره الاخيره ده يعني في اخطاء وفي حاجات قاعده تحصل في الاتحاد. أيوة. يعني رجع مستوى بتاعنا
لجنه السودان مع انه احنا عندنا لاعيبه محترفين يعني. نعم 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 لعيبة هو يلعبوا على مستوى الدورات الخارجيه، بس زي ما قلت يعني رجوع وعدم الانتظام في الاتحاد فبيعمل خلل او عدم الاتزان حتى للاعيبه عشان يقدروا يعدوا دورهم بالطريقه السليمه يعني. فاحنا نتمنى انه يصححوا المسار ده ويكون لكره قدم كره القدم لجنوب السودان كلها شان في دول العالم. عشان كده الشعار بتاعنا هو الرياضه للرياضيين بالتاكيد. ما هو دايما بيقولوا الخبز للخبازين. يعني ما في انت اصلا لما ما تكون عندك الدرايه بالحاجه اكيد ما حتقدر. اكيد طبعا ايوه ما حتقدر تعملها. كره القدم بوصفها اللعبه الاكثر شعبيه في العالم واحدى وسائل الدبلوماسيه. فكيف ترون او دوركم الاجتماعي خصوصا في السلام؟ احنا عارفين انه دائما الكره يعني وسيله للتصافي والتصافح بين الناس، هي دائما دبلوماسيه برضه زي ما احنا عارفين، فدوركم شنو بخصوصا لما يخص السلام الكروي والحاجات دي؟ انا بشكرك على السؤال ده. فانا شاهدنا في فتره اخيره في جنوب السودان و هو التفكك في تفكك النسيج الاجتماعي هو يعني حاصل كان في الجنوب عندنا. والحاجه الجامع الوحيد في جنوب السودان هسه اللي وقت راهن بيجمعنا كلنا هو الكوره. قلت له لو شفت مثلا المنتخب الوطني لما يجي يلعب مثلا او يجي فريق ثاني او منتخب ثاني من برا يجي يلعب، قلت له شوف في حوالين في الاستاد بتلقى كل القبائل وكل شنو كل معانا صور على الهواء. معلش استاذ أيوة. صابر معانا صور وتكريمات للمترشح يوحنس وبعض الدول العالم اللي هو برضو اكيد زارهم. زي ما انا قلت في البدايه انه هو كان له دور كبير لانضمام كره القدم لجنوب السودان في الاتحادين الدولي والافريقي، فده احدى الصور وهو في مجموعه من الدول دول العالم. دي حاجه اكيد بتشرف ونواصل. فالكره هو النواه الوحيده ممكن شنو يربط ورجع النسيج الاجتماعي المفقود في جنوب السودان وقت الاخوات الراهن لانه فسو فتره اللي انا اجي فوق ده انا احاول شنو نرجع نربط النسيج الاجتماعي ده عن طريق الرياضه. لانه الرياضه هو يعني النواه الوحيد زي ما انا قلت هو النواه الوحيد برضه كان في الفيفا. ايوه ايوه هو النواه الوحيد اللي بيحاول انه يوحدنا ويرجعنا بالتاكيد للطريقه اللي هو الاوحد او طريق اللي بيجمعنا من جديد ثاني. وكرة القدم ايضا برضه هو يعني اصبح هو لوبا يعني جامع. ايوه ايوه كل جامع يعني بمختلف المسميات. أيوة 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 والجنسيات والاديان. هو يعني أنا الفتره اللي جايه باذن الله لو جينا هيكون لنا دور في ربط الانسيج الاجتماعي ازاي في المشاركات. نتمنى ذلك لانه احنا صراحه محتاجين جدا انه نعمل على ربط النسيج الاجتماعي ونعمل على انتشار المحبه والسلام بين ابناء الوطن الواحد جنوب السودان. واستاذ صابر معنا اتصال. الو مرحبا. الو استاذن. الو استاذ نجلاء. استاذ زينب ازي حضرتك؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الله يخليك. الله يخليك يا روحي. حلقة جميلة. بروحي. بالتوفيق دايما. الله يخليك يا روحي. النهارده مشرفينا استاذ صابر رمضان المنسق العام للحملة القومية لكرة القدم لجنوب السودان، والاستاذة أنير برضو تعتبر منسق العلاقات الخارجية. لو حابة تسألي سؤال استاذة نجلاء تفضلي. منورينا بجد يعني. الله يخليك. اهلا بحضرتك. الله يخليك. الو شكرا استاذه نجلاء على اتصالك واحنا بنشكرك جدا. نواصل. برضو عايزين نعرف خططكم الاسعافيه لاستعادة المسار نحو النتائج الايجابيه للمنتخب الوطني. الخطط الايجابيه في رؤيتي عشان نعيد المسار انه ايوه في الخطط الايجابيه من ضمن الخطط الايجابيه للحمله بتاعت الرياضه للرياضيين ممكن نعمل على دمج النسيج بتاع المنتخب الوطني في جنوب السودان. نعمل دورات تدريبيه مكثفه بنعمل دعوات عشان يقوموا كرنفالات واحتفالات رياضيه للمنتخب، ومن ضمنهم كمان تكريم جزء من اللعيبه القدامى. أيوة.
حتى نعمل على برضو يعني مدارس لاحتراف الكرة وأكاديميات. الأشبال نعم الأكاديميات كذلك حيكون عندهم نصيب الأسد في الرياضة الرياضيين بإذن الله. برضو ما نقرته ما أقاطك، من ضمن الخطط برضو إنه هنعمل، هيكون مثلا في دعم للجنة المنتخبات الوطنية في تعيين هما الرجل المناسب في المكان المناسب. جميل. والرجال هم المدربين اللي عندهم خبرة أو الكباتن اللي عندهم خبرة في المجال الرياضي. تمام. في مجال التدريب برضو. تمام. وكمان نجهز المنتخب الوطني في الوطن بمختلف يعني نقدم له مختلف الخدمات عشان يكون جاهز ويقدر يقدم أداء كويس ويشرفنا لقدام. وكمان هنعمل استضافه مباريات ويكون في اكاديميات لتاهيل الاشبال، في مباريات وديه مع منتخبات يعني ذات مستوى عالي اذا كان داخل جنوب السودان او خارجه، هيكون في معسكرات واعدادات كويسه زي ما شفنا انه كان الفتره الاخيره مشاركه فريق برضه جنوب السودان داخل جمهوريه مصر العربيه، فده تعتبر برضه خطوات ايجابيه وجميله وتاهل للتطور الاحسن باذن الله ان شاء الله. حنتكلم برضو عن دور النساء، او برؤيتك هل تعتبر انه حيكون في تلبيه نداء للسيدات لتمثيلهم داخل الاتحاد؟ يعني احنا لو لبينا الكلام ده للسيدات وعملنا اكاديميات برضو للسيدات لتاهيل السيدات لكره القدم او كره القدم النسائي ايا كان من الكور سواء كانت سله او اي كوره من الرياضه، فهل حيكون في استجابه من سيدات جنوب السودان باعتبارك واحدة من سيدات جنوب السودان؟ دائما ما في حاجة يفوت على المرأة الجنوبية، المرأة الجنوبية هي من الأوائل يعني بيسندوا البلد في كل متطوراته ومحنياته. كمان أنا في الفرصة دي أنا عايز أشكر سيدة الأعمال أشاوير، هي من أول الداعمين تحية للحملة، وكمان هي من أول سيدات ورجال الأعمال اللي بادر بمبادرة إنه يعملوا تنمية لكرة القدم في جنوب السودان عامة والكرة النسوية خاصة. حتى شاهدنا يعني كثير جدا صراحة أبناء الوطن في الفترات الأخيرة، كان إحنا عندنا سيول وكان عندنا حياة كثيرة أيوة، فكان الشباب صراحة واقف وداعم بطريقة كان واضح جدا. فأكيد إحنا دايما بنشكر كل شاب بيكون غيور على وطنه بيقدم حتى نفسه عشان يساند ويساعد بلده، إحنا أكيد حنكون في أمن واستقرار طالما عندنا مثل هذه الشباب بإذن الله. أكيد. وكمان الحملة بتاعت الرياضة للرياضيين حتعمل على إقامة أكاديميات للفتيات. جميل. ممكن عملوا دورات في المدارس خاصة للفتيات، يعملوا لهم دورات تدريبية يحمسوا فيهم إنه الرياضة مهمة جدا، يبندوها حتى لو أنت فتاة الرياضة مهمة بالنسبة لك. من الفرصة دي حنقدر نعمل أكاديميات للسيدات في كرة القدم، وعندنا كذا أكاديمية في جنوب السودان. قاطعوا كمان الاتحاد برضه عنده رؤية إنه هيكون في دعم للأندية اللي هم بيدعموا النشاط النسوي. أيوة. الكرة النسوية. الكرة النسوية هيكون في دعم للأندية. في دعم مباشر. من أيوة في دعم مباشر من الاتحاد. بإذن الله تعالى. برضو بنشوف إنه خططكم لتطوير الأندية، هل أنتوا وضحتوا خطط معينة عشان تطور الأندية الموجودة حاليا في جنوب السودان؟ إحنا معروف عندنا كذا أندية طبعا، فالخطط اللي جاية في حين فوزكم في الانتخابات بإذن الله. أوكي. في حال فوزنا طبعا هنحاول نسعين إنه يكون في عاليات ووسائل اللي هو يقدر ينحط لنا بالدوري العام. أولا أول شيء في هنكون في هيكون في تكوين للفرق، يعني فرق يديرها يعني ناس ذو احترافية عالية. أيوة. أيوة. وهيكون في اشتراك للقدرات والناس اللي عندهم هم الخبرات، الكبات اللي عندهم خبرات في المجال الرياضي، وهيكون في بناء هيكل نموذجي اللي هو شعارها الرياضة للرياضيين وركيزها هو الاستثمار. فالأندية دي هيكون في استثمارات، يعني هيكون لها استثمارات هتتحول للشركات. الشركات استثمارية. فأصل الحاجة أنا لو لاحظت في الفترة الأخيرة الحاجة البواوق الكرة القدم للانتقال للأندية، لاحظنا قبل كم زمن في فريق هو فريق الرابطة اعتذر من المشاركة في الكونفدرالية لأنه هو ما عنده وسيلة يقدر يسوي. أيوة. يعني ما في كان دعم أو ما في. أيوة. دعم ما في يستضيف الفريق. أيوة. اللي هو جاي إذا كان من ناحية بتاع التحكيم أو اللعيبة اللي هم هيجوا. فالأندية يعني الساعيين في الاتحاد بيجينا إن شاء الله
انه هنطور الانديه عنده الانديه يكون ده استثمارات يكون ده شراكه مع معانا مع الاتحاد او مع الشركات الثانيه. فصور الانديه دي هتتحول لشنو؟ دي شركات تقدر ترعى نفسها، تقدر تمسك نفسها، تقدر يعني تقدر تاهل نفسها، تقدر تكون عندها اسهم ومساهمات وتقدر يعني تطور من نفسها. جميل جدا استاذ صابر رمضان والاستاذه امير. احنا شكلنا انه الزمن سرقنا ووصلنا الى مشاريع. بس انا ممكن استاذن منك بس في ثانيه كده. فبالنسبه لي هو كاس هو التغيير وموضوع تغيير الاسم بتاع الكاس، وفي ناس بتنتقد كان هو التغيير كان لكاس رئيس الجمهوريه، هو ما كاس تم التغيير ما هيكون لرئيس الجمهوريه، هيكون لرئاسه الجمهوريه. أيوة. والغرض من التغيير ده هو عشان نلقى راي نلقى دعم. ايوه ده كان سؤال برضه حسالك منه، انه كان الناس بتعتبر انه أيوة كاس لرئاسه الجمهوريه. أيوة. كيف ما حيكون قبل كده حتى في السودان القديم في زمن حتى نميري كان اسمه كاس الرئاسه. أيوة. رئاسه الجمهوريه. أيوة. فسو انا هنا الغرض من الكلام ده هو الدعم والرعايه. ايوه لازم لابد من انه يكون تحت رعايه او مظله. يعني انه الانديه المشاركه، انه مثلا الانديه المشاركه بتاع الولايات هم الحكام بتاع الولايات هم هيكون مسؤول في الترحيل بتاعهم في الجد. أيوة. بتاعهم الفريق اللي هو يكون هايز البطوله هيكون هيلقى اللي هو الدعم مادي من هو رئاسه الجمهوريه. فسو خلاصه الموضوع انه الهدف من الكلام ده هو الدعم والرعايه. أيوة. أيوة. وليس انه وليس المسمى وليس التسميه المقصوده التسميه السياسيه او الدعوه بالناس وعمل بالبلد يعني في 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 الشارع. ايوه برضه كنت حيسال انه حتعملوا على تطوير قدرات المدربين والحكام، دي حاجة برضو مهمة جدا. أيوة. لأنه لابد من تطوير قدرات المتدربين والحكام. أيوة. هتعملوا فوزكم برضو أكيد على الحاجة دي لأنه مهمة جدا. والكلام نهت اللعيبة هيكون في 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 عندنا هيكون عندنا أكاديميات اللعيبة لكرة القدم لتطوير كرة القدم، وهيكون في برضو هنقوم نشجع الأندية على شنو؟ على أنهم يحاولوا يطوروا المواهب القائمة أو في خاصة في برايم أو برايم والناشئين وكده، حاول أطور الحتة دي. المدربين طبعا هيكون في لجنة للتدريب لتأهيلهم وتخصيص، هيكون في ميزانية مخصص لهم. جميل. اللي هم للمدربين طبعا. وهيكون في بناء شراكة أيضا بين المؤسسات اللي هو مثلا الرياضية. أيوة. بين الدولة وزارة الخبرات. أيوة. يعني مثلا في مؤسسات متخصصة في مجال الرياضة في مجال التدريب، هيكون في لنا شراكات معاهم انه يقدروا هم يحلوا لنا ويدربوا لنا المدربين دول. يدربوا المدربين عشان هم يقدروا. أيوة. يساعدونا في تاهيل. أيوة. حتى لتاهيل حتى كمان هيكون. أيوة. هيكون عندنا هيكون عندنا وسائل او طرق انه المدربين ينالوا اشارات دوليه. انا فالحاجات دي عندنا لا شغالين فيها في الفتره الجايه ان شاء الله. عندهم استثمار في المدربين. طيب قبل ما نختم حاشوف استاذه انير تدينا ولو رساله بسيطه للسيدات وتشجيع السيدات لكره القدم عشان احنا حنوصل الى مشارف ختام الحلقه باذن الله. رسالتي لكل سيده لكل فتاه في جنوب السودان، انا قاعده اقول لهم انه ده الوقت بتاعكم خلاص له. ده زمان عشان احنا نقوم فوق وننهض بالبلد رياضيا، واكيد انت عندك دور عشان انت تقدمي الافضل لجنوب السودان. اكيد احنا سمعنا انه احنا عندنا رياضيات جنوبيات يعني هم اخذوا المراكز العالميه، فلازم انيك عشان تقومي عشان نبدا ونشوف البلد عايزه مننا شنو. بكل تاكيد اكيد دي فرصه لك مع حمله بتاعت كابتن يونس موسى فوق الرياضه للرياضيين، فلكل الرياضيه حان الوقت عشان احنا نبدا مشوارنا. بكل تاكيد استاذ صابر رمضان كنت ضيف عزيز، والاستاذه انير مكتب القاهره لدعم المترشح السيد يوحناس موسى. انا ما بقول وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم، بس استنونا اكيد وحلقه شيقه جدا ان شاء الله عن المترشح برضو الحلقه الجايه، استنونا اكيد. ولقيت هنا انا بقول للمشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم. اول حاجه بقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الكريسماس، وكل جنوب السودان بصحه وعافيه وكل العالم اكيد. ولقيت هنا وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم، استنونا الاسبوع اللي جاي حلقه جديده وضيف جديد، والى اللقاء.